غزا بالبارود وحارت ناكي يا عسقلان وضربتنا الصاروخيه موقف كندا هذا ذيل الكلب التابع لأمريكا لا زال مصر على دعم وقتل الفلسطينيين أينما تواجدوا. نحن جئنا هنا اليوم لكي نوصل رسالة إلى السفير ولكن للأسف هو غير موجود وغادر السفارة وهو غير موجود الآن، ولكننا نسمع صوتنا عاليا عبر كافة وسائل الإعلام بأننا ندعو الشعب الكندي للوقوف إلى جانب الضحية وليس إلى جانب الجلاد. نقول لكندا ولجميع العالم نحن ضحايا ويجب أن تقفوا مع الضحايا، ولكن ضحايا أقوياء، نحن أصحاب الأرض ونحن من سرقت أرضه وكل مقدراته. سوف نبقى هنا وسوف نقاتل وسوف نستعمل كل وسائل المقاومة حتى تعود لنا الأرض. طالما هناك احتلال نحن من حقنا أن نقاوم هذا الاحتلال. هذه رسالة الشعب الفلسطيني إلى كندا عبر السفارة الكندية تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني على الموقف الذي عبرت عنه كندا بشكل رسمي، وهو موقف داعم للعدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبالتالي كندا تقف في إلى جانب المعتدي اليوم الذي يمارس كل هذا الكم من المجازر. نقول لهم أنتم تدعون بالديمقراطية والنزاهة والحقوق الإنسان، لكنكم أنتم كنظام رسمي واضح تمام أنكم تشاركون في هذا العدو التي يقوم بقتل أطفالنا ونساؤنا وشيوخنا. نحن نقول إلى الشعب الكندي أنه يساند هذه القضية، ولكن النظام الرسمي هو نظام متخاذل ويجب أن يقف عند حده. كلمتنا قوية للسفارة الكندية للسفارة الكندية وإحنا مش إرهابية.